السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بمتابعين القناة المحترمين، قناة المزرعة البيتي. النهاردة بإذن الله معانا عرض جميل، عرض أنية، حاجة كده من الفواخر، يعني زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله على الأحجام، خرفان برقي حر بيور من داخل مزرعة الدلتا للإنتاج الحيواني. النهارده باذن الله هنعرض لحضراتكم المال الفاخر دوت، ولكن اتمنى من حضراتكم يا ريت تدوسوا لايك للفيديو، ما تنسوش اللايكات يا جماعه عشان في ناس كتير بتنسى. ويلا بينا نبدا حلقتنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عرضنا النهارده مقدم من مزرعه الدلتا للانتاج الحيواني بمحافظه الغربيه. زي ما حضراتكم شايفين مال طيب، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني خيرات ربنا، اللي انت عايزه هتلاقيه باذن الله. بإذن الله متاح أي كمية برق حر للأنية. الأعمار يا جماعة بتبدأ من 3 شهور ونص و4 شهور، من 3 شهور ونص و4 شهور. طبعا القطيع كله واخد جميع التحصينات اللازمة داخل المزرعة. نيجي نتكلم في جزئية الأسعار. الأسعار جميلة جدا، الأسعار جملة بتبدأ من 2000 جنيه، الأسعار جملة بتبدأ من 2000 جنيه. طب انا عشان اتحاسب بسعر الجملة اللي هيتم اول ما اشتري من اول 20 راس، يعني اول ما اشتري 20 خروف هتحاسب بسعر الخروف الواحد 2000 جنيه جملة، تمام كده. اقل من 20 راس هتتحاسب بسعر القطاعي اللي هو بيبدأ من 2200 جنيه. طبعا احجام كبيرة ما شاء الله، خرفان شبعنا لبن وبتالف، ومتاح اي كمية حضرتك عايزة، متاح اي كمية حضرتك عايزة. طبعا مزرعة الدلتا للانتاج الحيواني موجودة بمحافظة الغربية ومركز بسيون. لو حضرتك محتاج اي حاجة من العرض دوت تقدر تتواصل مع صاحب المزرعة استاذ ابراهيم على رقم 012-899-494-28. هنسيب لحضرتك الرقم في الفيديو تقدر تنقله وتتواصل مع استاذ ابراهيم بكل سهولة. واخيرا اتمنى من حضراتكم لو نسيتوا تدوسوا لايك في اول الفيديو، يا ريت دلوقتي بفكركم تاني تدوسوا لايك تدعمونا بيه. ولو حضرتك اول مره تتفرج علينا في القناه يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الاشعارات بتاعه العروض اللي بتنزل يوميه من جميع المزارع. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.